كنت شايف ازاي اختيارات حراس المرمى للمنتخب؟ احمد الشناوي رايح وهو مصاب، صبحي بيروح وهو ما لعبش، ابو جبل رايح مع البنك الاهلي. بص طبعا هي طبعا كانت صعبة بالنسبة لأي مدرب حراس مرمى قبل بطولة، والمجموعة اللي معاه كل حد عنده ظرف ومشكلة مختلفة. الشناوي كان ظاهر مع النادي الأهلي بشكل كويس قوي لما كان في كأس العالم للأندية، ثم رجع على السوبر في الإمارات اتعور من أول مباراة تقريبا، وابتدى يبعد شوية لحد ما رجع تاني المنتخب. صبحي كان بقاله فترة وكان الإيقاف ده قعد معاه حوالي شهر ونص شهرين، وبرضه ده فرق معاه جدا بعد ما كان فورمة في الماتشات. أبو جبل الفترة قبل انضمامه ما كانش أفضل حاجة، لأن هو كان عنده أحسن من كده بالنسبة لأدائه مع البنك الأهلي. وأحمد الشناوي برضه كان جاي عنده إصابة، موضوع برضه كتفه. فأنت عندك الأربعة كان في مشكلة. أنا بالنسبة لي كنت مصنف إن صبحي رقم اتنين، يعني كنت شايف ان الشناوي اول ما يخف، بالذات ان الراجل كمان لعب ماتش تنزانيا الاخير ان لو اتصاب الشناوي اللي اللي صبحي يقف هو اللي صبحي. هينزل، لان هو الماتش الاخير اللي كان البروفا الاخيره كان بيلعب صبحي فيه، وكان رايح الشناوي لان كان لسه راجع من اصابه، واحمد الشناوي كان لسه مش جاهز عشان لسه برضه فتره العلاج بتاعته. وابو جبل كان الاختيار برضه كان مفاجاه شويه. انا يعني بالنسبه لي كنت حاسس ان احتمال ما عوادي يروح. اتفاجئتش من انه صبحي راح وهو ما بيلعبش؟ لا انا كنت عارف ان صبحي هيروح من بدري، واحنا كنا شغالين على فكره في النادي رغم ان هو كان موقوف، يعني هو كان ما كانش في ماتشات رسميه ولا وديه، ولكن هو كان بيشارك مش معايا غريب في التمرين بالنسبة انا لك؟ وهو بس، مش يعني ما غريب كانش بالنسبة بينزل. لك؟ لا مش غريب، لان انا كنت حاسس من صبحي ان كان في تواصل مع لويس مدرب المنتخب، وكان قايل له ان لازم تتمرن وتبقى جاهز لان هتبقى موجود. ليه؟ لان الراجل فيتوريا بيحبه بيثق فيه، عارف ان هو بيبني عليه مستقبل وسنه صغير، وحتى لو في ظروف بعدته عن الماتشات، ولكن كده كده هو مش مستعجل عليه ان هو المشروع معاه اللي جاي بعد كده. فكنت متصور ان المرحله دي ممكن ان هو يبقى حارس تاني، بالذات لما اداله ماتش تنزانيا الاخير. ولكن لما روحت البطوله والشناوي انصاب وبعدين ابو جبل نزل، فحسيت ان لا الموضوع بقى ممكن يكون اتغير في اثناء الفتره بتاعه البطوله والسفر في كوت ديفوار. رأيك ايه ان في القصه اللي حصلت في المنتخب؟ ابو جبل راح الاهلي وبعدين الاهلي تراجع، بعدين الاهلي كان بيكلم بسام بعديها، وبعدين الاهلي اتعاقد مع طبعا الزوفين. هي بالنسبه للجون اكيد دوشه، ودوشه يعني مش كل الناس تعرف تخش فيها وتعرف تركز، يعني حتى لو الكلام ده بس مجرد ان هو كلام وسوشيال ميديا وما حصلش تواصل فعلا بجد على مستوى التليفون او المكالمات او اي حاجه، ان بالنسبه للجون في الدوشه دي احنا كمصريين ما بنعرفش نفصل، فاكيد ده عمل له دوشه وعمل له مش عدم تركيز، عمل لود زياده. يعني اللود انت لو جون وبتتعرض للفتره دي ان انت رايح نادي ونادي كبير وقبل ماتش مهم وهتلعب اول ماتش بعد الجون الاساسي يبقى هو مصاب، كل ده يبقى بالنسبه لك اكيد مش هتبقى يعني نسبه التركيز بتاعك 100%. فاعتقد ان كل ده حصل دوشه. فكان عنده اخطاء ابو جبل في المباراة. هو ما كانش فيه اساسا حاجه في المباراه قوي، طيب يعني لان احنا تقريبا ما كانش فيه ليه كان فرص كل ضايعه ركلات علينا. الترجيح بيترمي يمين؟ دي برضه بالنسبه لي كانت غريبه، لان مش عوايد ابو جبل ان هو يترمي زاويه واحده، وما اعتقدش ان لويس مدرب المنتخب يعني بعد الدراسات للفرقه اللي بيلعبها ان الكونغو بتشوط في زاويه واحده، لان ما اعتقدش ان 8 لعيبه بيشوطوا في اليمين، اعتقد دي ما بتحصلش. بعدين هو مش ثوابت يعني، خلاص حتى لو في دراسه وانت شايف قدام عينك لازم يبقى في عندك فلكسبيليتي، مرونه وتعرف بص وتغير. يا احنا يعني الحمد شفت لله، يمكن مارتينيز؟ بص الحمد شفت لله. مارتينيز بتاع جنوب افريقيا؟ طبعا، لان خلي بالك انا قابلته في كنا بنلعب بلطة صغار في تنزانيا، وهم كان برضه سان داون كان عنده ماتش برضه مع فرقه هناك، فاتقابلنا في الاوتيل كنا مع بعض، وقلت له انت من احسن الاجوان اللي موجوده في افريقيا، بتلعب مارتينيز برجلك وبتحضر كويس وبيشتغل كويس قوي تحت الثلاث خشبات، فهو من الاجوان المميزه وصغير وكابتن الفريق وكابتن المنتخب، وكان هو الجون الاساسي في كاس الامم 2019 في مصر يوم ما جنوب افريقيا كسبونا 1-0، كان خرجونا، هو الحارس. وكانتاو برضو ونفس الكلام. فانا موضوع ضربات الجزاء الحمد لله ان كان ربنا موفقني في الفتره اللي لعبت فيها، ويمكن من اكتر الناس اللي صدت ضربات جزاء، فدي حتى لازم بتوصلها للحارس. يمكن انا لما اشتغلت في الاسماعيلي مع محمد فوزي
صد ضربتين جزاء وخد راجل المباراه في ماتشين ورا بعض متتاليين، ماتش الجيش وماتش اسوان. بتشتغل على انهي حاجه، على الزاويه ولا على حركه اللعيب؟ بص الشغل اولا لازم اجيب اخر 3 4 سنين للعيب حتى لو ما كانش في النادي ده بيشوط وهو في ناديين 3، ولازم اشوف هو الخمسه سته اللي شاطهم فين، وموقفه في الماتش كان مضغوط ما كانش مضغوط، كان تعبان في اول ماتش في اخر الماتش، والشكل البوزيشن بتاع جسمه. احنا دايما التحليل ان انت القرار اللي انا باخده هو جوه في عقلي وفي مخي، بس دايما انا الوحيد اللي عارفه وجسمي عارفه، فجسمي هو اللي بيعمل حاجات انا ما اشوفهاش. يعني ليه وقفه معينه ان انا بفتح ايدي وانا بشوت، ولا بقفل ايدي جسمي فاتح لجوه ولا لبره. فلازم المدرب وهو بيتفرج على اللعيب وبيشوط، ولازم يجي يعرف الجون اللعيب ده شاط هنا ازاي واقف هنا ازاي، لازم يبص على البوزيشن بتاع صح. جسم اللعيب نفسه صح. لان القرار بتاع اللعيب جواه ومحدش هيحس بيه الا جسمه. ولازم الجون يفضل مستني. انا كان عندي مشكله في ماتش الرجاء المغربي مع عواد. ايه هي؟ ان انا طول الوقت لازم بقول لعواد في ضربات الجزاء مين بيشوط فين وازاي وبيعمل ايه. ماشي. وده الحمد لله اللي حصل في بيراميدز، وكنا عاملين ازازه برضه على فكره، بس انا مش من بتاع يعني الشو بقى وصور واعمل وكده، وعواد سابها اساسا في الفوطه بعد الماتش اما جه للجماهير وكسبنا، فسيبنا الموضوع ومشينا. لكن كل اللي شاطه كنت كاتب له عليهم، عبد الله السعيد بيشوط ازاي، احمد سامي بيشوط ازاي، كان شاط مصطفى فتحي، كريم، كل الناس. جينا في ماتش الرجاء جه علينا ضربتين جزاء. اول ضربه رقم 24 كان شاط في النادي الاهلي في الماتش، ودايما بيلعب في نص الجون. فعمال اشاور لعواد، وعواد عمال يتخانق على ضربه الجزاء مش ضربه الجزاء، وزحمه وناس وبتاع وكده، وكان الملعب فيه جمهور رجاء ورا الجون مش سامع ومش سامع، عمال اشاور ومش سامع، عمال اروح الناحيه دي، والحكم الرابع عمال يزقني ما ينفعش، رحت عند الجهاز الفرقه الثانيه وعمال يزقني ما ينفعش، انادي لعمر جابر ما فيش، عاوز بس اقول له ان ده هيشوط في نص الجون، لازم تستنى في نص الجون. فهي بتبقى الحمد لله توفيق وموهبه، وفي نفس الوقت اللي بتشتغل عليه بنسبه 90% بيحصل. صحيح. ويمكن عواد الفتره بتاعت ضربات الجزاء دي الحمد لله معانا اشتغل كويس قوي، صد في المصري ضربه جزاء من الجلاسي، صد معانا 2 ضربتين جزاء في ماتش بيراميدز ووصلنا للنهائي، صد معانا ضربتين جزاء في الرجاء ووصلنا للمباراه النهائيه في دوري التحدي.